بس الجزمة وتعا نظف الاسطبل. فادتني الركبة على حصان. على فكرة حبك كتير. لما حسيت إنه صرنا واحد نسيت الدنيا كلها وهمومها. بتحس حالك أنت وياه صرتوا واحد، شي فوق الخيال. مزبوط. تأثرتي؟ في شي عم يحترق. يمان، يمان، تعا مروان عود لك. ما قدرت تترك ابنك وتروح. ايه هيك هي الأبوة، بتضل واقف معهم وبتحميهم للموت. امبارح قال لي قد ما حاولت تعمل علي أب فهو أبي وأنا من دمه وما حتقدر تكون مثله أبداً. المهم إمتى هالولد بده يعرف الحقيقة؟ فكرت تحكي معه شي؟ حاسس إنه قلبك عم يحترق علي. ما في أي شي أصعب من اللي أنت فيه. الوجع كل يوم بيزيد عن اللي قبله. موت السايس مشكلة. هلأ ما عاد يقبل يضل هون. أساساً من كم يوم قدم استقالته. مو معقول هالولد، بتحسه نار وشاعلة. هذا أجل من فريد. وأمه هيك كانت. بصراحة أنا لازم أعمل أي شيء لخليه يقبل إنه هو يضل هون وعلى طول. يمان، عائشة خليكي هون. يمان، يمان أنت جوا. يمان يمان، شو عم تعمل انت؟ لك شو عامل يمان؟ خلصت من الماضي. عم احرق كل شيء هون، كل شيء كنت حامله على ظهري. عم اقتل يمان الغبي، مو انت هيك بدك؟ ها؟ بكفي بقى يمان، اصحى وارجع لعقلك، يعني بدك تعاقب حالك هيك؟ انت تعا عاقبني، يلا ورجيني رجوليتك، ها؟ تعا اضربني، بتعرف تضربني هين؟ فريد؟ يلا اضربني. جرب اضربني مرة هيك. فريد انت منيح؟ بكفي بقى. حاش فريد خلاص خلاص، ارجع لعقلك بقى. ارجع لعقلك. حاش تضربه. ارجع لعقلك. ليش عم تتقاتلوا؟ فريد ابني، يمان ابني، قوم لشوف. قوم، ليش هيك عم تعملوا؟ حريق، اطلبوا الاطفاء بسرعة. يلا كيف صار هالحريق؟ انا عملته. ايه انا. يمان ابني طول بالك، شو صاير لك؟ بابا اتركه، مو عارفان شو عم يعمل شو عم يحكي. لا تضغط عليه. امشي فريد يلا. يمان حكيني، شو صار؟ احكي. شباب
حياتي عم تحترق مثل هذا البيت يا مروان. لازم أعمل أي شيء لحتى أنقذ هالولد هذا. أي شيء. ما فيني أخسره. أنا لازم أعمل أي شيء مشانه.